أنزل حلقة اليوم حتكون عن الجذر الرباعي في كلمة ياب يا ياب يار يا جيان اللي هي أبرجن ولا إبرجن ولا إبرجن وإلى آخره. هذه الكلمة يقال طبعا اللي عرف على الحذر فقط، هذه الكلمة يقول بعض العلماء أن أصلها من جذرين وهي ياج يان اللي هي إجن بمعنى النوم، وأبر هي عبارة عن سابقة تعني التفخيم والتكبير وإلى آخره، ولكن فقط لا ضير إحنا اللي همنا الآن نشوفها على أساس أنها جذرها رباعي. وهذه الكلمة تعني في كل أير الغطاء عموما من الوبر، بينما تعني عند الهجار أبرجن، أبرجن بمعنى أبرجن اللي هو جمع متاعها بمعنى الخيمة المصنوعة من الوبر. شوفوا خيمة مصنوعة من الوبر ثم أي غطاء يغطي الإنسان مصنوع من الوبر، بينما في جبل نفوسة برجن وأبرجن بمعنى إبرجنن جمع متاعها تعني الخيمة متاع الترحال عموما. لاحظوا معي ينتقل مرة أخرى المعنى إلى التخصيص في غدامس. في غدامس الجذع من النخلة الذي يستخدم في وسط الخيمة يسمى برجن وإلى آخره. شوفوا انتقلت من خيمة في العموم للترحال أي نوع من الخيام كما هو في جبل نفوسة إلى تخصيص خيمة نوع واحد من الخيام المصنوع من الوبر في عند الهجار، وعند كل أير أصبحت تعني أي غلاف مصنوع من الوبر، وفي غدامس أصبحت تخصص فقط للعمود في وسط الخيمة. الآن نرجع إلى نفس المعنى عند أمازيغ القبائل قديما كانوا يستخدمون هذه الكلمة بمعنى مكان توضع فيه يوضع فيه التبن وعلف الحيوان أبرجن إبرجن إبرجن إلى آخره، من مكان إلى تخزين العلف للحيوان إلى مكان لتخزين الأكل للإنسان داخل المطبخ عند الأوراس. إذا انتقلت كل هذه المعاني حتى وصلت عند الأوراس وأصبحت تستخدم فقط لمكان تخزين الطعام في داخل المطبخ. هنا تنقلنا هذه لكلمة معروفة عندنا في جبل نفوسة وهي المطبخ نفسه برجي. صدق ولا تصدق هذه ترجع إلى نفس الجذر، وراجعوا معي في الدروس متاع السيمانتكس في اللسانيات وفي المورفولوجي وكيف الكلمات تقع وإلى آخره في وتتغير في اللغة الأمازيغية، هذا مش مجاله هنا. فشوفوا تغير الكلمة من خيمة في العموم إلى مطبخ. يعني أحيانا الإنسان لو ما يعرفش لسانيات ما يعرفش علم اللغة ويعرف جذر الكلمات والآخره لا يتوقع أبدا أن يكونوا نفس الكلمتين هذه الكلمتين من نفس الجذر. وتعرفوا أن الخيمة في اللغة الأمازيغية لها معاني عديدة جدا وبالأخص عند أمازيغ الجنوب، ولكن هنا تحضرني بعض الكلمات اللي هي تاخزنت وآخزن بمعنى الخيمة الفارهة والمزخرفة، وعندنا كذلك تيلوشت في كباو تعني الخيمة الصغيرة مصنوعة من القماش للاستضلال بها، وعندنا كذلك الكلمة المعروفة في الدارجة الليبية قيطون وإلى آخره سيارة قيطون إلى آخره، قيضون وأقيضون كلمة أمازيغية تعني الخيمة الصغيرة. واللي مش يعني الكلام هذا مش مقنع ليه يرجع إلى لسان العرب يجد كلام ابن منظور وهو من هو عن أصل هذه الكلمة ليس عربي وأنه هو أصل أمازيغي. وعندنا كذلك الهودج بالأمازيغية يسمى أباسور، وأحيانا يفخم يسمى أباسور، والتفخيم والترقيق معروف في اللغة الأمازيغية وفي جميع لغات العالم، وهذا تلقوه كذلك في دروس اللسانيات. وعندنا أغطوش تعني كذلك الهودج، ولكن نضيف لكم كلمة أخرى في كل هجار وأير أظن اللي هي كلمة أهناكا أو أهناكا أو أزناكا تعني كذلك الهودج، ولكن هذا الهودج نفسه أو هذه الكلمة نفسها قد تعني عند بعض التنوعات الأمازيغية الهيكل الذي يوضع عليه أو توضع عليه الخيمة فيما بعد. هذا يرجعنا إلى كلمة أخرى من دما تكلمنا عليه الهودج، نجيب لكم هودج في الدارجة العربية المغربية في المغرب الأقصى يقولون نقافة إلى آخره بمعنى الهودج. وهذه الكلمة زي ما تعرفوا في جبل نفوسة وفي سيوة تعني انجف انجف تعني الزواج نفسه، وتنجيفت التزوج، وتمنجافت وتمنجاف تمنجافين هما الذين يصاحبون العروس إلى بيت زوجها في تقبيليت، بينما تعني كذلك
إيمن جافن في تشلحيت هم الذين يصاحبون العروس أو ما يصاحب العروس إلى بيت الزوجية. إذن اللي همنا هنا مش الزواج وإلى آخره، ولكن اللي همنا هو كيف انتقلت كلمة تنجافت، نجافة بمعنى الهوجج، إلى معنى آخر. إذن كان اليوم كلامنا في الأساس عن تنقل معاني كلمة واحدة وهي أبرغن إلى عدة معاني، ولكن يظل الأصل متاعها محتفظ به بمعنى الخيمة عموما، وقد خصصتها بعض التنوعات الأمازيغية. ومن هذا المنطلق نحب أنني نذكركم أن اللغة الأمازيغية المعيرة تأخذ في الاعتبار كل هذه الأشياء وكل هذه المعاني، وتعلم أولادنا وطلبتنا هذا المعنى. فلا تستغرب إن كان وجدت معنى لكلمة في المناهج المدرسية بمعنى، وأنت تستخدمها عندك في البيت أو في تنوعك الأمازيغي بمعنى آخر. هذه مبنية على دراسة متوسعة لكل التنوعات الأمازيغية حتى نخرج لأطفالنا بالكلمات الصحيحة في الأمازيغية المعيرة. تنميرتنون، وإلى حلقة أخرى إن شاء الله. تنميرتنون.